صباح الخير وأهلا بكل مشاهدي صدى البلد. أمطار رعدية ونشاط للرياح يصاحبه رمال وأتربة، تقلبات جوية شديدة نشهدها اليوم وغدا وفق توقعات الخبراء، كما يقدم الخبراء أيضا بعض النصائح الهامة للتعامل مع تقلبات الجو. والتفاصيل الآن في هذه التغطية الجوية. مشاهدينا، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث حالة من التقلبات الجوية الشديدة خلال طقس اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد. وتشهد محافظة مطروح والسلوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل للأمطار الرعدية أحيانا. تؤثر الأمطار نهارا على الإسكندرية وتصل إلى الدلتا والوجه البحري، أما ليلا فتكون فرص الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد موجودة بشدة، وتتراوح ما بين أمطار متوسطة الشدة وأمطار رعدية. تشير أيضا الصورة الأخيرة للأقمار الاصطناعية لبداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق أقصى غرب البلاد كسلوم وسيدي براني ومطروح، يصاحبها أيضا سقوط أمطار متوسطة الشدة وقد تكون غزيرة أحيانا. يتوقع أيضا مشاهدينا الخبراء امتداد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة مساء. حددت أيضا هيئة الأرصاد مدينة القاهرة الكبرى وقالت أنها على موعد مع الأمطار الرعدية والتي قد تكون متوسطة الشدة في ساعات الليل. خلال هذا الطقس يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وذلك على بعض المناطق. وعن موعد ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار فيكون هذه الليلة حتى غدا السبت. وجهت أيضا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين كي يتجنبوا حالة عدم الاستقرار التي تحدث في الطقس الجمعة وحتى السبت غدا. حذرتهم أيضا من أن ينخدع المواطنين بفترات الدفء خلال النهار، ويجب أن يحافظوا بالتالي على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل أو ساعات الليل المتأخرة، وذلك بالتزامن مع الخروج في شهر رمضان ليلا. أما عن طقس يوم الأحد القادم، يتوقع الخبراء أن يشهد أمطارا خفيفة إلى أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة على مدار اليوم. يصاحب أيضا هذا الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد. مشاهدينا، أيضا تسيطر الشبورة المائية على طقس الأحد صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد أيضا. مشاهدينا، أما عن طقس يوم الاثنين القادم فيشهد استقرارا في الطقس وتنعدم فرص الأمطار، ويبقى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة على مدار اليوم. مشاهدينا، هذه كانت آخر التوقعات بشأن طقس اليوم وغدا السبت ويومي الأحد والاثنين القادمين. نرجو بالطبع توخي الحذر من هذه التقلبات الجوية المفاجئة. نتابع مع حضراتكم كل جديد. إلى اللقاء.